السلام عليكم. ان شاء الله النهارده مع بعض الانجليش كيك. هي يعتبر كيك زمان، يعني حاجه بتعمل من زمان قوي، يعني يعتبر اول كيكه يعني في الفنادق والاوتيلات زمان. هحطها بعض ان شاء الله. المقادير بتاعتنا تبقى كيلو زبده، كيلو سكر، كيلو 500 دقيق، 30 جرام بيكنج باودر، 23 بيضه وفانيليا، 300 جرام زبيب ودراي فروت. دراي فروت لو ما عندناش مفيش مشاكل، ما عندناش زبيب برضه مفيش مشاكل. نبدأ مع بعض بسم الله. هنحط كيلو زبدة، درجة حرارة الغرفة عشان ما تكسرش منكم المكنة أو تبوظ الجهاز اللي عندكم. كيلو سكر المبول، سكر خشن أو سكر باودر. نضربهم كويس قوي، بعد كده ننزل بالبيض. بعد البيض هنشوف مع بعض كده. هنا الزبده السكر مع بعض كده يا جماعه اهوت. 23 بيضه هنحط معاهم الفانيليا، بعد هنا البيض، الكريمه بيضت اهيت اللي هو السكر والزبده بيض اهوت. بدور تاني وانزل بالبيض، هنزل بالبيض شويه شويه. هحط ايه دي، ادي كيلو 500، كيلو 500 دي معاهم 30 جرام بيكنج باودر، وده زبيب منقوع. زبيب لما تبقى منقوع زي كده ما بيسقطش في قعر الصينيه او في قعر الانجلش كيك، يعني قلب الانجلش كيك لما تبقى ده منقوع مش هيسبق، هتبقى ايه، هيمسك مع الدقيق مش هيسقط تحت. يعني لما تقلب مع الدقيق كويس مش هيسقط تحت فين؟ في قعر القالب او الصينيه اللي انتوا بتعملوها، هيبقى في النص. يعني قلبه كويس كده مع الدقيق، ياخد تحفيره الدقيق كده مش هيسقط تحت. لما تيجي تعملوه، في ناس بتقع في الفخ ده كتير قوي، يجي يحط الحاجه على بعضها كلها على بعضها، والدراي فروت او الزبيب بيسقط تحت بعد ما بيسويه. ده كده ان شاء الله مش هيسقط تحت، هيبقى زي اللي احنا عاملينه في الصوره دلوقتي قدامكم. كده يا جماعه بنزل بدي اهوت، هدور المكنه بتاع دقيقتين واكمل ايه تقليب بايدي يعني عادي. يا جماعه وكده يا جماعه دي الانجليش جاهز اهوت. هتبص تلاقي الزبيب عايم ايه؟ عايم على الوش، نصها لتحت عشان خلاص هو شبك مع ايه؟ شبك مع الدقيق. بنحط التلت والتلتين وندخلها حراره على 160 وراحتها خالص تقعد حوالي 55 دقيقه. كيلو زبده ده ممكن يعمل معايا 5 قوالب يعني، بس انا ان شاء الله احط في صندوق الوصف احط نص كيلو زبده. لو حد ينادي مثلا يقلل شويه ولا حاجه. كده يا جماعه خلاص احنا خلاص خلصناهم، عملوا 4، الكيلو عمل 4 بس. وبعد بقى كده بفتحه ايه؟ بيبقى لي شويه ميه كده وافتح بيدي كده. بيبقى لي دي ميه واعمل كده. يخش على نار درجه حراره 160 حوالي 55 دقيقه. كده ده جاهز. هنحطه هنا اهو. وندخله فرن وخليكم معانا. نحاول نبعده ويبعد عن بعضه شويه كده عشان يستوي من الجناب. مية وستين 55 دقيقة. كده يا جماعة اهوت، ده الانجليش اللي احنا عملناه مع بعض بعد ما طلع من الفرن.
حاجه يعني زي الفل. هدول مقادير تاني، انا عملت المقادير كيلو، هقول مقادير كيلو وممكن مقادير النص عادي يعني، بس هحطكم في صندوق الوصف ان شاء الله النص كيلو. مقادير الكيلو، مقادير الانجليش كيك، كيك الزمان يعني، نحط حطينا كيلو زبده وكيلو سكر عليهم 23 بيضه، بعدين حطينا كيلو ونص دقيق، حطينا معاه الفانيليا، وحطينا 300 جرام زبيب، وحطينا 200 جرام ميكس فروت او دراي فروت، دخلنا حراره على 160، خد 75 دقيقه، سيبناه يستوي براحته يعني. كل ما النار تبقى هاديه كل ما تبقى احسن. ده الانجليش شيك. لو حبينا نعمله ماربل، ماربل كيك زي كده، بنشيل شويه، بنشيل 20% من الدقيق ونحط بداله كاكاو، يطلع معانا الماربل اللي هو ده. اللي هو اللي قدامكم ده كده، ماربل كيك. وده العادي اللي احنا عملناه، ده العادي بتاعنا اللي احنا ايه قلنا عليه قبل كده. ممكن تحطوا زي ما انتم عايزين، تحطوا ممكن تحطوا زبيب، تحطوا مكسرات، حسب الامكانيات اللي عندكم يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.